أول شيء موسم البطاطا هو مثل ما قلت بالدرجة الثانية، بيجي بعد مادة القمح، مادة رئيسية بالنسبة للسكان على مستوى سوريا مو على مستوى منطقتنا طبعا. بتتركز زراعة تقريبا بمناطقنا، بمنطقة تون الهبيط، كفر زيتي، خان شيخون، لطامنة، منطقة الهواش بالدرجة الأولى. يعني تراجعت زراعتها عن قبل كتير بسبب الوضع الأمني والقصف وهالأمور الأمنية بالدرجة الأولى. حاليا خف الطلب عليها على موجب من شي 5-6 سنوات كانت تنزرع بكميات كبيرة بمناطقنا، فهلق تحولت أغلبية المنطقة للزراعات العادية مثل الكمون وهالباقية الأصناف. بالنسبة للسنة يعني الإقبال عليها متوسط مو هالمرتفع، يعني صار لسنتين ثلاثة حتى كمية البزار المستورد بزيد عند التجار، بزيد بنسب قليلة نتيجة انه قلة الزراعة، اما هو الكميات المستوردة قليلة جدا. بالنسبة لمنطقتنا هون اغلب زراعتها بتركز على سبونتا، صنف السبونتا وصنف الايجيريا، وفي اصناف ثانية دخلت حديث ونجحت بس الساعة التركيز كله بسبونتا وايجيريا. كمية الايجيريا اجت قليلة السنة، يعني كل الكمية ما تركزت تقريبا 100 طن اجمالي الكمية اللي اجت 110 طن، ما سدت يعني مثل ما بتقول 5% من طلب المزارعين. اما السبونتا كانت شبه متوفره بس خفت كميتها هلقين وارتفعت اسعارها. بشكل عام الطن الايجيري اول ما اجى للمزارع كان يستلمه ب $1,000، اليوم ب $1,800 مو موجود طبعا. بالنسبة للصعوبات مثل ما قلت هي بتتعلق بالمزارعين والتجار نفسها، يعني بالدرجة الأولى إغلاق المعابر أحيانا، ثاني شيء القصف المستمر يعني على المناطق، يعني أغلب الأحيان المزارع أو التاجر بيضطر يترك الرزق ويمشي. ثالث شيء بالنسبة للمناطق غلاء مادة المازوت بالدرجة الأولى أو انقطاع أحيانا، عدم توفر الأسمدة، هاي يعني أبرز الصعوبات اللي بتواجه سواء المزارعين أو التجار. بالنسبة لاستمراريتها يعني معقول تستمر مادة البطاطا هون بالإنتاج؟ يعني بنقول إن شاء الله بتستمر، بس يفضل يكون فيها دعم لها أفضل من الوقت الحالي، لأنه حاليا أغلب التعب تجي عن طريق منظمات بشكل قليل جدا أو بشكل حر وعم تجي غالي. أخي البطاطا مادة رئيسية بعد القمح، وفي عالم أكثر يعني ما عنده أكثر شيء بتجيب بطاطا، والبطاطا خفت زراعتها عنا هو بسبب المازوت غالي، بسبب الدواء البطاطا بتجي غالي كمان، يعني في عالم ما عنده، يعني عنده أرض بس ما عنده إمكانية تزرع، يعني تزرع موسمين موسم ربيعي بتنسقى حسب المطر، بدها هي صغاية يصير بتاكل 10 صغايات بصير بتاكل 8 حسب المطر اللي بيجي هاي، والتربة يعني حسب تكون التربة كويسة وحمرة، إذا تربة بيضة أو شيء ما بتنجح، إذا مو تربة حمرة أو أرض مدعومة أو أرض تعبان عليها مسودة ما بتصير ما بتنجح. بالنسبة للتسويق المناطق اللي بنوزع فيها البطاطا على الأسواق، سراغب، المعرة، قلعة المضيق أو معرة مصريين، بسبب يعني ما في أسواق أكثر من هيك بسبب الظروف المارين فيها يعني والطرقات وحسب الوضع اللي احنا فيه الطيران، هذا التسويق اللي بنسوق وتوزيع بالمناطق المحررة، ريف إدلب وريف حما وريف حلب الشمالي. وضع الطرقات انتو بتعرفوا يعني وضع الطرقات سيء، يعني الطيران من جهة والقصف من جهة وكله من جهة، يعني الصعوبات اللي احنا فيها الوضع الحالي، وضع الطيران، وضع اللي في عالم نزحت على المخيمات، في عالم تركت أراضيها، حسب وضع الزراعة. هلأ البطاطا غالية، أول شيء عندك البطاطا غالية، يعني بدك تجيبها زمي بطاطا كويسة ما بتنجح، وعندك المازوت كمان غالي، البرميل ب70,000، عندك كيس السماد ب9,000، في كيس الشرشب ب10,000، الدواء كله غالي،
الدواء بدون استثناء غالي، كله بالدولار يعني. يا أخي المزارعين وين بده يروحوا؟ بدهم يضلوا بأراضيهم يعني، وبدنا نضل نزرع. بس بسبب ما قلت لك هالظروف اللي مارين فيها، اللي عنده أرض بده يضل فيها قاعد وبده يزرع، ما لنا متركينا يعني. يعني سبب المعيشة، سبب الواحد، أي سبب يعني، ما بنترك أرضنا يعني لأي سبب من الأسباب. زراعة البطاطا فيها تدهور كبير. زراعة البطاطا وهي المحصول الثاني بالمنطقة بعد القمح، كانت المنطقة اللي نحن فيها كان يزرع فيها كميات كبيرة من مساحات البطاطا. العالم هلأ وقفت عن زراعة محصول البطاطا بسبب الوضع الأمني بسوريا، وبسبب التكاليف الباهظة لزراعة البطاطا من مازوت ومن أدوية ومن أسمدة. عم بيلجأ المزارعين لزراعة المحاصيل الشتوية الأقل تكلفة، مثل الشعير، مثل حبة السوداء، مثل الكمون. هاي بيكون محصول بيلم على السريع، بيجمعوا المحصول على السريع، ما بيحتاج لأيدي عاملة تروح على المناطق اللي فيها قصف واللي الوضع الأمني متدهور فيها. عم يرجع العالم لإيقاف زراعة البطاطا بشكل نهائي يعني. لاستمر الوضع هيك راح يكون في نقص كبير بزراعة البطاطا في المنطقة ولجوء العالم للزراعات البعلية. نحن بنتمنى الوضع يستقر كما بيقولوا في المنطقة، وترجع زراعة البطاطا بكثافة في المنطقة. يعني حرام تزرع أراضي عمق صالحة لزراعة البطاطا تزرع محاصيل بعلية مشان الوضع الأمني بسوريا.